مساء الخير على حضراتكم. انا طالعه لايف النهارده على الانستغرام عشان اكلمكم عن قضيه هزت او حادثه هزت مصر كلها او وجدان مصر كلها. امبارح سمعنا عن مقتل ثلاث اشقاء، بنتين وولد، في طريقهم العوده من جامعه العريش في جنوب سيناء لبيتهم علشان يلتقوا مع اولياء امورهم، مع امهم ومع ابوهم. وفي نفس الوقت برضو حصلت حادثه سخيفه جدا ومحزنه جدا ومؤلمه جدا، اتنين من ضباط شرطه اخوات برضو ماتوا في حادثه عربيه. طبعا يا جماعه شيء مؤلم جدا جدا ان ده يحصل، ربنا يصبر اهلهم، ربنا يصبر امهم وابوهم، شيء بشع ومؤلم حقيقي ان حاجه زي كده تحصل. ولكن أنا بفكر فيها مش بس من الناحية العاطفية، ولكن من ناحية تبقى أكثر أيضاً إيجابية. أولاً حوادث المرور في مصر أو السواقة أصبحت حوادث بشعة، كلنا لازم نتفق على هذا الموضوع. يعني أنا كل مرة بنزل مصر بتشاهد على روحي، سواء أنا ماشية على رجلية أو راكبة تاكسي أو في عربية، مفيش أي التزام على الإطلاق على الإطلاق بأداب وأخلاقيات السواقة. ممكن أي حاجة تحصل في أي حاجة، ممكن حد يخبط أي حد. العيب مش بس من السواقين اللي هم للأسف واخدين رخص وهمية، ما أعتقدش إن أي حد منهم دخل امتحان جدي عشان يحصل على الرخص دي، لكن أيضا من الناس اللي بتعدي الشارع بتلاقي الناس بترمي نفسها فوق العربية، فجأة تلاقي السواق فرمل وممكن لبس في أي حد جنبه أو قدامه أو وراه علشان حد معدي الشارع. طرق كتيرة جديدة جميلة ورائعة اتعملت في مصر، في القاهرة إن بارتيكلر، ولكن ما فيهاش أي ساينز على الإطلاق، ما فيهاش أي إشارات على الإطلاق. مرة واحدة تلاقي منحنى، مرة واحدة تلاقي مطب، مرة واحدة تلاقي مخرج، مرة واحدة تلاقي مدخل، الناس مش عارفة الطريق ده ماشي على اليمين ولا ماشي على الشمال. فبتكون النتيجة طبعا حوادث فظيعة وحوادث مؤلمة. أنا معرفش الحقيقة دي مش هتكون أول ولا آخر مرة نسمع فيها عن الحوادث دي. أنا ما بعتبرش ده قضاء وقدر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا خدوا بالأسباب، ولما احنا ناخد بالاسباب بعد كده اللي يحصل ده يبقى قضاء وقدر. ما اقدرش مثلا اقول واحد واقف على بلكونه من الدور العاشر ورمى نفسه واقدر اقول ده قضاء وقدر، لا. ربنا سبحانه وتعالى ادانا عقل وقال افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا تفكرون. ايه موضوع حوادث الطرق ده ونهايتها تكون ايه؟ انا نفسي ببقى نازله مصر القاهره، ببقى حاطه ايدي على قلبي وانا في الطريق الصحراوي الاسكندريه، مسافرة أشوف أهلي مثلا في المنصورة، لنا قرايب في المنصورة، حتى التنقل من مكان للآخر داخل القاهرة بلاقي ناس بتعدي على الهاي واي والموتور واي اللي هي مفروض ما فيش أي مخلوق يعدي عليها، ماشيين على رجليهم، في بقر بيبقى ماشي، في أغنام بتبقى ماشية، في حمير بتبقى ماشية. طبعا كل ده غير الحفر اللي موجودة فجأة اللي بنلاقيها في الطرق بتأدي الانقلاب العربيات، غير الشباب اللي في بعض الأحيان بيسوق بسرعة جنونية في شوارع غير مؤهلة للسواقة بالسرعة دي. وأعتقد حضراتكم تتفقوا معايا إن كل صيف بتحصل أجازات والناس بتسافر الساحل الشمالي، لازم نسمع عن حوادث بتحصل في أثناء فترة العطلة الصيفية بسبب السواقة الجنونية، بسبب شباب ممكن بيبقى مدخن، بيبقى محشش، بيبقى شارب، الدنيا ضلمة جدا في شوارع هم مش عارفين هم ماشيين فيها ازاي. الخلاصة ان احنا قدام سواقة عشوائية ليس فيها لا اخلاق ولا ذوق ولا فن. كنا زمان نقول السواقة فن وذوق واخلاق، ما عادش فيه الكلام ده. احنا كلنا ماشيين بالسواقة اللي هي ماشية بالدراع. طب اخرة اللي احنا بنعمله ده ايه؟ يعني أنا مش شايفة إلى الآن، وأنا كتبت ده على صفحتي الشخصية على الفيسبوك، مفيش أي حد واخد القضية دي بجدية، مفيش أي حد مثلا من الأسر اللي لا قدر الله فقدت حد، ابن أو أب أو أم أو أخ أو بنت في حادثة من حوادث الطريق والعربيات، عملت حملة على مستوى مصر كلها توعي الناس
وتلفت انتباه الدولة. انتوا لازم تحطوا اشارات افضل في الشوارع، المطبات اللي بتتعمل دي بدون انذار ممكن بتسبب كوارث، الحفر اللي في الطرق ممكن بتقلب العربيات، طريقة الحصول على الرخصة. يعني انا عايزة اقول لكم هنا في انجلترا انك عشان تحصل على رخصة سواقة قد تكون اصعب من انك تحصل على ماجستير او دكتوراه. انا ما بهزرش، كمية الامتحانات اللي احنا بناخدها، امتحانات سيري وامتحانات براكتس للطرق وامتحانات للموتروي او الهايوي، عملية ان انت هنا تحصل على رخصة السواقة ده بيعتبر انجاز كبير جدا جدا، لان هم بياخدوا الموضوع ده في غاية الجدية. اي حد مثلا بيتعدى السرعة المطلوبة على الطريق، لو في مثلا limited speed على الطريق، الطريق بيقول لك مثلا 50 كيلو 60 كيلو. انا بشوف ناس في مصر على طرق مصر اسكندرية والطرق الطويلة بيسوقوا على 100 او 120 كيلو للطرق غير مؤهلة، بتجيلك عربية لوري فجأة تقوم خبطة في العربية تحرقها او تقلبها، وده اللي حصل مع الثلاثة الله يرحمهم اللي توفوا. انا ما عنديش تفاصيل حقيقية، لكن ماتوا في حادثة وهم راجعين في طريق من الطرق دي. هنا اللي بيتخطى السبيد ليميت بيدوله الاختيار يا اما انه يحضر كورس تدريبي ريزنج اويرنس في نوع من الوعي، وده بيبقى اجباري انه لازم يحضره، او بيدفع غرامه جامده جدا جدا وبتتحط له بوينتس على الرخصه بتاعته، وبعد كده لو جمع لغايه 12 بوينت الرخصه بتتسحب منه. وده بيتطبق على الجميع، القانون بيتطبق على الجميع. احترام اشارات المرور في كل مكان، حتى لو مفيش عساكر، احنا بنشوفش هنا عساكر مرور موجودين في اي مكان على الاطلاق، ولكن ممكن حضرتك تبقى بتسوق الساعة 2-3 الصبح في سنترال لندن او في اي مكان اشارة حمراء الناس بتقف، بالرغم ان مفيش الطريق مفيهوش اي حد غير العربية دي. احنا عايزين وقفة جدية مع النفس، حملة قومية على مستوى مصر كلها لتوعية الدولة وتوعية أولياء الأمور وتوعية الشباب وطريقة إعطاء الرخص. أدينا بندفع تمن العشوائية والوسطة والكوسة. ما تفرحيش بابنك قوي إن هو خد الرخصة وعمره 18-19 سنة علشان أنت دفعتي فلوس أو كان لكي كوسة أو رشوة أو أي حاجة، النتيجة ممكن تكون كارثية. يعني أنا أعتقد إحنا ماشيين بالنسبة للسواقة عندنا بستر الله سبحانه وتعالى فقط، ولكن لازم نواجه أنفسنا إن السواقة في مصر أصبحت عملية انتحارية. أنا نفسي كان عندي رخصة القيادة في مصر، أنا ما أقدرش أسوق في مصر دلوقتي، مستحيل يجيني انهيار عصبي. طبعا إن أنا لو سقت مفيش حد بيحترم اللين اللي هو ماشي فيه، مفيش حد بيحترم العربيات اللي قدامه أو العربيات اللي وراه، مفيش احترام لإشارات المرور إلا من رحم ربي. كمان لقيت حاجة غريبة قوي شفتها في التجمع مثلا الخامس وفي المناطق الجديدة، حاطين كاميرات. الكاميرات دي كلها يا جماعة كل شوية عمالة بتعمل فلاش 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 في عين الناس اللي بتسوق، ده في منتهى الخطورة. يعني انت حاطت كاميرا في طريق الناس ماشية فيه ممكن 50-60-70 كيلو وتيجي الفلاش بيعمي اللي بيسوق ده وكل شوية عمالة بتضرب الفلاشات في عين السواق. طيب في الحالة دي لو حد بيسوق وحد معدي قدامه الشارع هيتخبط، لازم هيتخبط ولازم هيموت، ونرجع ونقول قضاء وقدر. لا، هو مش قضاء وقدر، هو إهمال واستهتار وغباء في طريقة تصميم الكاميرات بطريقة اللي أنا شفتها الحقيقة، وطريقة أيضا تصميم الشوارع. مين يقول مثلا إن شارع 90 الشمالي أو الجنوبي في التجمع الخامس، أنا بدي حضراتكم مثال، مفهوش حاجة لتعدية المشاة، لا في نفق المشاة ينزلوا من تحتيه، ولا في كوبري المشاة يعدوا فوقيه، ولا في حتى ترافيك لايز إشارة مرور توقف العربيات عشان يقدروا الناس إن هم يعدوا الشارع. العملية دي يا جماعة في منتهى الخطورة، عمالة بتحصد أرواح كل يوم، أولاد منا هيموتوا، أولاد لنا هيموتوا، كل يوم ناس هتموت، وهنقعد نعيط وهنقعد نولول وهنقعد ندعي ونقول ده قضاء وقدر. ده مش قضاء وقدر، احنا ما خدناش بالأسباب في طريقة تصميم الشوارع، في طريقة حماية البيدستريانز أو المشاة اللي هم بيمشوا، في طريقة إعطاء الرخصة والجدية الحقيقية، إن ما فيش واحد ياخد رخصة السواقة إلا فعلا ما يكون نجح في امتحانات السواقة. ما هوش امتحان
واحد للسواقة، امتحانات نظرية، امتحانات انك انت ازاي تسوق في وسط البلد، امتحانات ان انت ازاي تسوق على الهاي واي. روحوا الدولة مثلا زي دبي وشوفوا الريستريكشنز اللي محطوطة هناك على رخصة القيادة ايضا، لان انا عشت في دبي فترة في حياتي ومعايا رخصة قيادة من هناك. برضو عملية الحصول على رخصة القيادة من اصعب ما يمكن في دولة الامارات، لان هم واخدين نفس السيستم الانجليزي في الحصول على رخصة القيادة. انا الموضوع ده قلقني جدا جدا. انا اعرف ناس من اصحابي توفى لهم اولاد في عز شبابهم في حوادث عربيات، اتقلبت بيهم العربيات. مش شرط يكون خطأ منهم، ممكن يكون خطأ من آخرين كانوا بيسوقوا جنبهم. احنا دلوقتي ما بنلومش مين الغلطان، ولكن السيستم كله محتاج انه يتغير. اتمنى ان حد يسمعني يكون عنده مؤسسة مجتمعية او مؤسسة اجتماعية في مصر من مؤسسات تبع التضامن الاجتماعي يتبنى هذه القضية الحيوية، قضية حوادث الطرق. احنا بيموت عندنا اكبر نسبة واكبر اعداد في حوادث الطرق في مصر، ده شيء في غاية القلق. بنسمع عن باصز بتتقلب بسياح، عربيات بتتقلب بشباب، ما نقدرش نكمل بالطريقة دي. يا جماعة الموضوع ده اللي حصل، وفاة التلاتة اخوات البنتين والولد الله يرحمهم، او الاثنين ضباط الشرطة اللي توفوا ايضا في نفس اليوم بسبب حادث عربية، ده مش هيكون اول ولا اخر حادث، وهنسمع عن حوادث تانية وحوادث ابشع. واكيد حضراتكم عارفين حد من قرايبكم او حد من اصحابكم اللي فقد حبيب او غالي بسبب حوادث الطرق. فأتمنى أنا يعني عملت ده، طبعا ممكن ميبقاش عندي أعداد كتيرة بتشاهدني دلوقتي على الإنستجرام، ولكن حسيت إن أنا ضميري لازم يملي علي إن أنا أطلع وأقول الكلام ده. عايزين حملة قومية حقيقية لمحاربة حوادث الطرق. ياريت حد من الأمهات أو الأبهات أو أي حد فقد له حبيب أو غالي يتبنى هذه القضية، لأن طبعا بيبقى قلبهم محروق زي ما بيحصل هنا في إنجلترا. لو أم توفى لها طفل بمرض معين أو في حادثة لا قدر الله، بتلاقيها فورا عملت حملة قومية على مستوى البلد كله للتوعية من المرض ده لوقاية بقية الأطفال، أو جمع تبرعات لعلاج هذا المرض. هي لا هي مغنية ولا هي فنانة ولا هي صحفية، ست بتبقى عادية جدا جدا، القدر حطها في هذه المحنة البشعة، فبتبدأ هي تعتمد على نفسها وفورا بتعمل على السوشيال ميديا حملات لجمع تبرعات، حملات للوقاية، وصوتها بيطلع للحكومة وبيحصل التغيير بسبب هذه الحملات، لأن الشعب كله بيكون واقف جنبها. فياريت ناخد الموضوع ده بجدية أكتر. مؤسسات مجتمعية، أولياء أمور فقدوا أولادهم، حد فعلا يحاول إن هو يوصل صوته ويعمل حملة على مستوى مصر عشان ننقذ شباب مصر من المزيد اللي هم ممكن يموتوا من خلال حوادث الطرق دي. شكرا لحضراتكم، والبقاء لله في الثلاث اخوات، الاختين والاخ اللي توفوا، والاثنين ضباط الشرطه اللي توفوا. ربنا يصبر اهاليهم يا رب بحق الايام المفترجه، ويقدرهم على الكارثه اللي هم اتحطوا فيها. يا ريت حد يسمعني، يا ريت حد يوصل صوتي، يا ريت حد يتبنى هذه القضيه في مصر علشان نمنع مزيد من الكوارث ومزيد من حوادث الطرق في المستقبل. كل سنة وانتوا طيبين، ربنا يعيد عليكم الأيام بخير، وإلى اللقاء إن شاء الله مع لايف آخر وقضية أخرى إن شاء الله. تصبحوا على خير.